واحدة من الرسائل عبد الرحيم خشى تحت الكرسي، الشيخ زايد لاحظه ما قال زين، قال خلصت؟ قال نعم خلصت. قال لا ما خلصت، في شيء دسيته عني انا شفتك. قال له ما يصلح لك طعامك. قطع عمرك صاحب الرساله هذا يهودي. قال هو يدري ان الرساله هذه سايره صوبي انا زايد بن سلطان؟ قال نعم. قال يعرف عمره انه يهودي واني انا مسلم؟ قال نعم. قال طلع الرساله واعطني اياها، ضعف له العطاء اللي هو طالب منه. طبعا احنا استغربنا كنا يعني من الموضوع هذا ليش؟ قال اما هو مسيء الظن فينا ونحن بنخلف ظنه، اما هو محسن الظن فينا ونحن بنكون على قد الظن اللي هو ظنه.